تتذكرون جيدا النقاش الإيجابي الذي كان مع قطاع الصحة في مرحلتين. المرحلة الأولى عبر الزيادة في أجور الأطباء ب3000 درهم، عبر اعتماد نفس الرقم الاستدلالي 509 بالنسبة للدكتوراه في الطب مع نفس الدكتورات الوطنية. ثم في مرحلة أخيرة شاهدتموها جميعا وتفضلتم بمواكبتها إعلاميا عبر طرح جملة من الأسئلة حول هذا الموضوع خلال الشهور القليلة الماضية، والتي أفرزت اتفاقا مهما جدا يرصد المكتسبات ويحسن من الظروف ديال الشغيلة في قطاع الصحة. الأساتذة الجامعيون كذلك استفادوا في نقاش مع الحكومة من زيادة 3000 درهم، أطر وزارة التربية الوطنية 1500 درهم، الزيادة العامة لجميع الموظفين 1000 درهم، نقاشات قطاعية عديدة جدا أثمرت التوصل إلى اتفاقات مهمة. سؤال مطروح، ما هي الكلفة؟ كلفة هذا الحوار فوق الانتهاء من تنفيذ مختلف الالتزامات اللي فيه هي 45 مليار درهم. 45 مليار درهم لكي يعرف المواطنون ماذا تعني هي 4500 مليار سنتيم. هذا رقم مهم وكبير جدا، لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات السابقة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت هذا الاتفاق بهذا الحجم.